السلام عليكم، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله لكم بخير وبصحة وسلامة. اليوم التاريخ 24 مارس 2020. اليوم عندنا، والله حتى نسيت اليوم إيش. اليوم يوم الثلاثاء عندنا هنا في أستراليا في مدينة ملبن. واو، أشياء غريبة بتصير في الدنيا هذه. آخر مقطع نزلته أظن قبل 3 شهور. ياب، المقطع نزل مرة من زمان، هو مقطع السنة الجديدة. والله ما أدري شو أقول لكم، العالم صاير غريب، أشياء كثير صارت خلال هذه الفترة، أشياء كذا تفجع. ان شاء الله انتم واحبابكم وكل الناس ان شاء الله يكونوا بخير وبصحه وسلامه، مع الاوضاع اللي دحين سايره بسبب هذا الشيء اللي منتشر الان، ما ابغى اقول اسمه، مع نفسه. عندي خبر حلو، اي احد يسوي دكتوراه، اول سنه من الدكتوراه هذه من اهم السنوات في دراسه الدكتوراه، يختلف من كل الاماكن في العالم، بس مثلا في كندا بعد اول سنه في شيء اسمه كاندسي اكزام، هنا في استراليا ما اعرف في جامعتنا اسمه كونفرميشن ميتينج. انا كان عندي هذا الاجتماع يوم 12 مارس، قبل 12 يوم. يا جماعه، يوم من الايام انا كذا ما اقرا الاخبار، ما اقرا، وماني عارف ايش بيصير. عارف انه في هذا الفيروس التعيس، والله ماني قايل اسمه. خلصت من الجامعه، انا راجع البيت، كنت خليني اخش السوبر ماركت ابغى اشتري رز وبشتري حاجات كذا. رحت عند الرز، لقيت ما في رز، ما في لا رز ولا مكرونه. قلت ايش في يا اخوان، ايش في؟ يلا شكلها اليوم ايه نقضيها تونه. رحت لمنطقه التونه، ما في تونه. يا جماعه يمكن هذا الفرع عليه ضغط اليوم. رحت فرع ثاني، مشيت 5 دقائق، دخلت الفرع الثاني، اروح عند الرز ماني لاقي رز، اروح عند المكرونه ما في مكرونه، اروح عند الاندومي ما في اندومي، رحت عند التونه ما في تونه. ايش في؟ كتبت في جوجل نو تونه وبشوف ايش في. اوكي، خلصت التونه في العالم ولا ايه؟ بعدين شفت موضوع البلك باين هذا، اللي هو الناس بدوا يروحوا يشتروا بالكميات الكبيره. فصراحه انفجعت، بديت استوعب اللي بيصير في العالم. ان شاء الله انا مؤمن بالله عز وجل انه هذه الفتره ان شاء الله بتعدي، لكن اللي بيصير عندنا مره غريب. انتم ما شاء الله تبارك الله في السعوديه الاوضاع، بغض النظر يمكن انتم طفشانين في الحجر المنزلي، لكن مره شيء جميل. ما اعرف اذا انتم عندكم هذه الفكره ولا لا، بس ترى عدد الحالات كلها اللي في السعوديه يمكن بس تعادل عدد الحالات اللي الان عندنا في المدينه حقتنا في ملبن ولا في سيدني. عدد الحالات تعدى الحالات في السعوديه، فالوضع عندنا شويه يخوف. اليوم ارسل ايميل انه موقف الدراسه وحولوها اونلاين، فامس اعلنوا انه حيسووا كل هذه الاشياء عشان يوقفوا من انتشار الفيروس ده. في الويكند هذا اللي راح في سيدني نزلوا الناس، راحوا الشاطئ عادي يسبحوا ولا كانه في شيء. فالوضع عندنا شويه كذا غريب. ما قصرت طبعا الحكومه، انه كانوا مره سريعين في التجاوب مع هذا الموضوع، كانوا مره سريعين في الوضوح، يقولوا لكم ايش يعني خلاص لا تداوم، يقولوا لك ايش في، اجلس في البيت. احنا عندنا الان ما في ذا الشيء، ما في عندنا اجلس في البيت، احنا عندنا سوشيال ديستانسينج. فالموضوع شويه مو واضح مره، عدد الحالات في ارتفاع، ان شاء الله ربنا يحفظنا ويحمينا يعني. المهم يا جماعه الخير، انا لي اسبوع ابغى اشتري توست عيش، وكل ما اروح السوبر ماركت ما الاقي عيش، ما في عيوش، الجمع عيش عياش. فكل مره اروح اشيل لي كذا نوع عيش غريب. هذه فتره الحين بفطر بعيش البرجر، اسوي سندويش جبنه في عيش البرجر. وكل ما كنت بروح السوبر ماركت مره يكون زحمه والاشياء تكون مخلصه. فالاسبوع اللي راح رحت يمكن مره ومرتين ما في ولا شيء، بس اشتريت الحاجات اللي انا احتاجها. لي 3 ايام ما خرجت من البيت، ولا حتى رحت الجامعه، خلاص كلمت مشرف قلت له انا هشتغل من البيت الين خلصت اشيائي. فاليوم كان لازم اخرج واشتري حاجات. الوضع كان غريب يعني، المدينة ما هي فاضية، في ناس بتخرج لسه. الحديقة اللي قدام بيتي فيها ناس قاعدين يلعبوا وقاعدين يتشمسوا وقاعدين ايش يسووا. بعدين مشيت الين ما رحت للمول. المنطقة دي اللي هي قريبة من بيتي اللي فيها المول، هذا من أكثر المناطق اللي فيها بشر مرة كثير. هذا المول صورته كثير في فيديوهاتي، زحمة، بس الفترة هذه يعني كويس إنه فاضي في هذا الوقت. يعني أنا خرجت الساعة 6:00، فمرة شيء غريب يعني، شيء غريب إنه كذا أفضى من المعتاد. طبعا هذا شيء مرة كويس الحمد لله إنه بدأ الناس يفهموا، بس في محلات مفتوحة. فنزلت السوبر ماركت، كنت متخيل اني ما الاقي الاشياء اللي انا ابغاها. انا كنت ابغى اشتري توست، بشتري شطه عشان احب الشطه صراحه، وبشتري بنانا بريد عشان احب البنانا بريد. برضو كان في شويه بشر بس مو مره كثير، اهون من الايام اللي راحت قبل اسبوعين كذا. كانت السوبر ماركتات فيها قتل، زحمه، بشر كذا فوق بعض. ما في اشياء. انا مره رحت اشوف الناس يسحب اشياء، بس الحين رحت في حاجات موجوده في حاجات ما هي موجوده. في راكس
فاضية ما فيها شيء. طبعا دجاج ما في، ما اعرف فين بيروح الدجاج. ما في مكرونه، ما في رز، خضار ما شاء الله فيه كل الانواع. اللي فاجاني اكثر شيء انه منطقه المفرحات، الشيبسات، الحلويات، الشوكولاتات بالانجليزي شوكليتس، كلها كذا منفضه. طبعا منطقه الاندومي منفضه كالعاده، منطقه العصيرات منفضه ما في، بس في كمبوتشا. اشتري عصير برتقال ما لقيت، بس بشكل عام في الاشياء الاساسيه اللي تبغاها. يعني الحمد لله لحقت لي شطتين، كانوا اخر شطتين اشتريتهم، وجبنه والحاجات اللي احتاجها، والتوست. التوست لي اسبوع ما اكلت توست، كل ما اروح اي سوبر ماركت ما الاقي فيه توست، بالذات في المنطقه حقتي هذه. فالحمد لله اشتريت اشياء كلها. طبعا ما في مناديل، عندي مؤونه مناديل حقت تمشيني الفتره هذه يعني، بس يبغالي اشتري من مكان تاني، ما اعرف من فين، بس حدبر نفسي ان شاء الله. من طريقي للسوبر ماركت لين البيت معي الكاميرا الصغيره، فصورت بيها كذا بيوتي شوتس. رغم انه في بشر لسه، بس كذا جاني الشعور اللي يا ربي متى خلص هذا الشيء. هذا الوقت اللي هو الساعه 6، هذا الوقت اللي يكون كل الناس موجودين في المنطقه دي، زحمه مرعبه. الحين شوف كيف يعني نوعا ما فاضيه. ممكن نتخيل نفس الشيء في جده. ان شاء الله تعدي هذه الفتره على خير. بس حبيت اديكم ابديت عن حياتي الان. انا ماني طالب دكتوراه فقط، انا طالب مرشح لنيل الدكتوراه. هذا خبر كويس. الشيء الثاني، متأكد تماما انه هذه ازمة ان شاء الله وتعدي. فاهم انه كل الناس بتقول اجلسوا في بيوتكم، اجلسوا في بيوتكم، انتوا وضعكم افضل بكثير، افضل من مراحل، يمكن طفشانين، بس ترى ما انتوا لحالكم، كل الناس اللي تحبوهم حولكم، وان شاء الله ربنا يحفظهم ويحميهم لكم كمان. احنا في الغربة وضعنا مختلف تماما. ما ادري كيف اوصف لكم الشعور، لكن الشعور ما هو شعور رهيب. الله يحفظكم ويحميكم يا رب، ما هو مرة شيء صعب. انا والله لو عندي هذه الفرصة اني اجلس في البيت ومعايا اخواني واهلي وبنات واولاد اخويا وبنات اختي واختي، احسن من اني اجلس لحالي هنا. وانتم بشكل او باخر في نعمة، طبعا غير مجهودات الدولة، فانتم محظوظين. فاجلسوا في بيوتكم. واخر شيء، غسل يدكم مرة كويس 30 ثانية، ولا تمسكوا وجهكم. بما انه قاعد الفترة هذه في البيت، فاحتمال انزل فيديوهين، فاحتاج مرة تكتبوا لي كومنتات جيدة وتحفز وتحمس عشان انزل هذه الفيديوهات. حصور اشياء في البيت كذا، عندي مجموعة افكار بسويها. شوفكم على خير، وتابعوا على نفسكم، غسل يدكم، لا تمسك وجهكم. مع السلامة.